نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تفشي وباء حمى الضنك داخل محافظة البحر الأحمر وانتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء، بالإضافة إلى وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، وما تردد بوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل. المزيد في التقرير التالي، فلنتابع. شائعات وحقائق، ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية. الحقيقة: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوضح أن القانون الذي ينظم شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك باعتبارهم كادرا خاصا يختلفون في نظام تعيينهم وترقياتهم عن قانون الخدمة المدنية. الشائعة: تفشي وباء حمى الضنك داخل مدن محافظة البحر الأحمر. الحقيقة: وزارة الصحة تؤكد أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، وتشدد على أن مصر خالية تماما من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما. الشائعة: انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء. الحقيقة: وزارة الصحة تؤكد أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية. الشائعة: وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. الحقيقة: وزارة الصحة تؤكد استمرار المجالس الطبية المتخصصة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة للحالات الحرجة، وقد تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف. الشائعة: وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل. الحقيقة: هيئة التأمين الصحي الشامل تؤكد على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، ويجرى حالياً تفعيل المنظومة في محافظات المرحلة الأولى على أن يتم تفعيلها بكافة محافظات الجمهورية تباعاً. الشائعة: حذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية. الحقيقة: وزارة التربية والتعليم تؤكد أن عملية حفظ تلك البيانات تتم على قاعدة البيانات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري من قبل الوزارة، ويتم التعامل معها من خلال المسؤولين عن إدارة تلك القاعدة بشكل شفاف يتمتع بكل وسائل التأمين الفنية والإجرائية والإدارية التي تحل دون إجراء عمليات حذف أو تعديل على بيانات المتقدمين.